بسم الله الرحمن الرحيم. سأموت. ما يكفي الوقت أن توصلني إلى المستشفى. فجأة وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تلك هي الحقيقة المرة التي سيواجهها كل مخلوق. حقيقة. والله ستموت. حقيقة. ما يريد ذكر الموت، إذا ذكر بالموت قال يا أخي غير الموضوع، فان الله ولا فالك. يظن أنه سيخلد في هذه الدنيا، ما يريد أن يتذكر، ما يريد أن يسمع شيء عن الموت، يخاف، يظن أنه سيخلد. هذا حد الممات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. إنها رسالة إلى الذين يتمتعون بالشهوات، عش ما بدلت، اسمع أغاني، انظر إلى أفلام مسلسلات، اصنع ما شئت، عش في رقص في طربك، والله ستأتي اللحظة، ستنقضي أنت وشهواتك. إلى كم ذات عامي عن أمور واضحات، وإلى كم أنت غارق في بحار الشهوات. لم يلن قلبك أصلا بالنواهي والعظات، بينما الإنسان أخيه قيل من يأول بها يصرخ جنازته، ولكنهم ما يسمعون لأنها الحفر عليه قبره. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لوحدك تعيش بين الديدان ينهشون في جسدك نهش، وستصرخ وأنت تسمع قرع نعالهم بعد أن دفنوه. أين تذهبون؟ لمن تتركون؟ يا فلان ابن فلان، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قم للعرض على الله يا غافل، اليوم يقف بين يديك، والله ستوقف، والله ستوقف. سؤال: لماذا تركت الصلاة؟ ما هو العذر؟ سؤال: لماذا نظرت إلى أفلام؟ ما هو العذر؟ سؤال: لماذا استمعت إلى أغاني؟ سؤال: سيدقق معك في كل حرف سمعته حرام يا عبد الله. أعلنها واطلب الغفران ممن ترتجي منه الهبات. اليوم تعلنها توبة. أعلنها. لا عودة بعد اليوم يا نفس تون.